الاقتصاد حياتنا ومستقبل ولادنا، عشان كده مصر بتنظم المؤتمر الاقتصادي بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية. في ظل تحديات عالمية كتير هنقعد ونناقش مستقبل اقتصادنا، الكل هيعرض رأيه، مؤسسات الدولة، قوى سياسية، مستثمرين، اقتصاديين، وكمان المواطن اللي هو أصل الحكاية. هنكمل اللي بدأناه في الحوار الوطني، الكل على ترابيزة واحدة بيعرضوا أفكارهم للي جاي بلغة سهلة وبسيطة نفهمها كلنا. كل ده عشان نرسم خريطة طريق لمستقبل اقتصاد بلدنا. معادنا الحد 23 أكتوبر للثلاث 25 أكتوبر.